أول جملة بتنقلك لما بتتعلم سواقة: اعتبر كل اللي حواليك بهايم وانت وحدك الفهيم. قالكم الحجي هيك بأول درس سواقة؟ الشوفيرية بيبيب. كل واحد بيقدر يميز بين دعسة الدبرياج ودعسة الفرام، فينا نعتبره ضمن شريحة الشوفيرية. عن وإذا كان شوفيرنا صايم، معناها يومنا رح يكون كله أكشن. وأي شخص بيكون عم يسوق سيارة برمضان، فينا نعتبره حرفياً قنبلة موقوتة. وخطورة القنبلة بتزداد كل ما قربنا من أذان المغرب. فأنت وشطارتك، يا بتنفجر هالقنبلة فيك يا بتنفجر بحدا غيرك. عملياً عصبية الشوفيرية بتبدأ من أول ضربة مارش. بدي مشي مشي، وقفتنا الإشارة مشان حضر الجنابات. لا إله إلا الله، بتلزق كل سيارة بالسيارة اللي جنبها. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أني صائم. وأنت شو رأيك افتح لك صندوق السيارة؟ افتح لك يا يلا هلأ، تفضل نكسبك معنا اليوم. طبيعي يبقى الشوفير عم يزت مسبات وشتايم طول ما هو ماشي، لأنه أول شغلة بيتعلمها بالسواقة هي المسبات. المسبات بتجي بكتالوج السيارة، بتلاقوها بالتابلو. نعم، ما بدي لسك صايمة. هذا بالنسبة للشوفير العادي، أما بالنسبة للشوفير البروفيشنال صاحب التاكسي أو الميكرو، هذا إله حكاية تانية. بشكير رطب على الرقبة له عدة استعمالات: للتبريد الشخصي ومسح البلور، وبحالات شائعة يستخدم لتبريد الموتور. تنزل الصبح على شغلك مثل الحباب والشاطر، بتأشر للتاكسي أو الميكرو. حاول تكون أنيق قدر المستطاع، لأنه إذا ما لقيت ميكرو وإجا التاكسي ما رح يوقف لك إذا ما عجبه موديلك. طبعاً فيك تعتبر هالعملية عبارة عن تمرين لعضلات الجسم كلها. وقف لك الشوفير؟ عظيم، دير بالك تسأله أسئلة مثل: فاضي معلم؟ فاضي شوية؟ لأنه الشوفير رح يتركك بسبب سؤالك النبيه. خرجك. ترجع بتوقف شوفير تاني بعد ما تكون حفظت درسك. طلعت بخير وسلامة؟ دير بالك تقول له على المكان اللي بدك تروح عليه بدون ما يسألك، وإذا سألك بتجاوب على قد السؤال بدبلوماسية، وإذا ما سألك أنت بتسأله إنه لوين رايح؟ جد عم يحكي. لوين؟ ساحة الأمويين. طريقة على عين الكرش. بمعية شواربك وصيامك، خدنا على الأمويين. إذا بمعية صيامي 10,000. 7,500 شو قلت؟ 10,000 حبك أهلا وسهلا، ما حبك في كتير حمير بهالبلاد. ومن هون لهون؟ اللهم أني صايم، أنت أطرش شي؟ أمرك. يفضل بهيك يوم تكون شربان مي بطاسة الرعبة على السحور، لأنه ما بده مين يذكرك كيف بتكون سواقته الشوفير الصايم. ران. الشوفير برمضان عنده استعداد يخانق إشارة المرور وممر المشاة والمشاة ولك مشاة البحرية والتدخل السريع وحلف الناتو بذات نفسه. بتصير معك حمص؟ أنا طريقي قريب لهني. أنا راي على الأمويين أخي. الله يمضيها نهار على خير. والله ما عندي مشكلة بحمص ولا غير حمص، بس لسوء الحظ أنا موعدي بالأمويين. أمنت بالله على هالنهار، شو هالزباين هاي؟ يا أخي شايف على الشوفي حدا بيكون عنده شغل في الأمويين. الله معاك. انت اللي بتحط حالك بهي المواقف، انا مو قلت لك ما تحكي من دون ما تنسأل، واذا جاوبت يكون جوابك دبلوماسي وعلى قد السؤال. قوم هلا روح جيب لك شي حصان او طنبر يوصلك على ساحه الامويين، ركاب اخر زمن. وبس خلاص، انا دوبني لحق بهالعجقه. سلام. هذا البرنامج برعاية